عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بقصر القضيبية. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: في مستهل الجلسة أشاد سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى في الجلسة الماضية لمجلس الوزراء، والتي ترأسها جلالته بما اتسمت به من التوجيهات الملكية السامية، وانطوت عليه من حكمة ورؤى وحزم في مواجهة ممارسات قطر جراء عدم احترامها للمواثيق والمعاهدات والروابط التي قام عليها مجلس التعاون، وما تسببته سياساتها التي لا تخفى على الجميع باحتضان ودعم الإرهاب والإرهابيين واستهداف أمن الدول الأعضاء ومنها مملكة البحرين التي تضررت كثيرا من ذلك. بعد ذلك تطرق المجلس إلى عدد من الفعاليات المهمة التي نظمت في مملكة البحرين مؤخرا، وفي هذا الصدد نوه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بأهمية منتدى ومعرض استثمر في البحرين 2017 الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وافتتحه بنيابة عنه سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وتزامن انعقاده مع المنتدى العالمي لرواد الأعمال. وقد أشاد مجلس الوزراء بنتائج المنتدى والمعرض على صعيد استقطاب الاستثمارات لمملكة البحرين وجذب المستثمرين إليها ومستوى الحضور فيهما الذي تجاوز 1000 مشارك. كما أشاد المجلس بما تضمنته الكلمة المتلفزة التي وجهها معالي السيد أنطونيو غوتريس الأمين العام للأمم المتحدة خلال أعمال منتدى ومعرض استثمر في البحرين، بما ورد فيها من إشادة بدور حكومة مملكة البحرين في تشجيع الاستثمارات وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار. إلى ذلك فقد نوه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء بأهمية مؤتمر المرأة البحرينية والهندسة الذي عقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والذي افتتحه بالنيابة عن سموها معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا سموه على أهمية مثل هذه المؤتمرات في إبراز المكتسبات التي حققتها المرأة البحرينية وبتمكينها في مختلف المجالات. بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية لصاروخ فلسطين من داخل الأراضي اليمنية على المناطق المأهولة في مدينة الرياض، فيما استنكر المجلس هذا العمل الإجرامي المشين لما يمثله من جريمة إنسانية ومخالفة لكافة الأديان والشرائع السماوية، فأنه يظهر بوضوح النزعة الإرهابية لدى الحوثيين والخطر الذي يمثلونه، مما يؤكد على ضرورة ردع هذه الجماعات ولجم إرهابها. وأشاد مجلس الوزراء ضمن هذا السياق بكفاءة قوات الدفاع الجوي السعودي لنجاحها في اعتراض الصاروخ وردعه دون وقوع إصابات. وأكد المجلس وقوف مملكة البحرين وتضامنها الكامل ودعمها التام للمملكة الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة مثل هذه الأعمال المستهجنة التي لن تنال قط مما تلعم به المملكة العربية السعودية الشقيقة من أمن واستقرار. على صعيد ذي صلة، فقد أعرب مجلس الوزراء عن تأييده لخطوات المملكة العربية السعودية الشقيقة لمحاربة الإرهاب في اليمن الشقيق والقبض على الإرهابيين برصد مكافآت مالية للقبض على المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية. بعد ذلك وجه سمو نائب رئيس مجلس الوزراء إلى إيجاد حلول سريعة وعاجلة تحول دون تكرار حدة الازدحام الذي شهده جسر الملك فهد مؤخرا على الجانب البحريني، وتقليص مدة الانتظار عليه بخاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية. وحث سمو جهات الاختصاص بوضع حلول جذرية قصيرة وطويلة المدى للتخفيف من هذا الازدحام وتلافي تكدس السيارات لتجنب معاناة العائلات والأفراد وتعطيل مصالح المسافرين والمستثمرين، فيما شرح معالي وزير الداخلية ما تم اتخاذه من استعدادات إدارية وفنية لاستيعاب الكثافة في حركة المسافرين على جسر الملك فهد وبخاصة خلال المناسبات والعطلات الرسمية. بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، وافق مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على خطة لتطوير عمل مجلس المناقصات والمزايدات، من شأنها تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل وإضفاء مزيد من المرونة من خلال توظيف أوسع للتكنولوجيا في أعمال المجلس. وتستند الخطة على تطوير الخدمات في مجلس المناقصات والمزايدات بحيث تقدم العمليات بالكامل الإلكترونية
إلكترونيا لتسهيل عملية البحث عن المناقصات وتصنيفها وعن قوائم الموردين والمقاولين المؤهلين المعتمدين وفقا للقطاعات المختلفة وتعزيز لكفاءتها لدى الأطراف ذات الصلة. ووفقا للخطة المذكورة سيكون تحصيل قيمة وثائق المناقصات مركزيا عن طريق مجلس المناقصات والمزايدات، كما يكون الإعلان عن المناقصات أيضا مركزيا عن طريق المجلس ذاته، فيما وافق المجلس على تعديل الهيكل التنظيمي لمجلس المناقصات والمزايدات وذلك برفع سقف الوظائف فيه. ثانيا، في إطار ما توليه الحكومة من أهمية لتحسين البنية التحتية وتوفيرها وفق معايير الجودة العالمية لتكون مؤمنة للنمو الاقتصادي المستدام وملبية لاحتياجات البحرين الحالية والمستقبلية على مختلف الأصعدة، فقد تابع مجلس الوزراء سير العمل في 74 مشروعا قيد التنفيذ في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني بكلفة 128 مليون دينار، منها 23 مشروع في قطاع الطرق بقيمة 69 مليون دينار و36 مشروع في قطاع المباني بقيمة 41 مليون و900 ألف دينار. فيما اطلع المجلس على المناقصات التي أرسيت منذ بداية العام الجاري في قطاع الطرق والمباني والصرف الصحي ومجموعها 66 مناقصة بقيمة 23 مليون و100 ألف دينار، من ضمنها 22 مناقصة أرسيت في الفصل الثالث من هذا العام بقيمة 6 ملايين و300 ألف دينار، بينما طرحت منذ بداية العام ما مجموعه 64 مناقصة بقيمة تقديرية 75 مليون و600 ألف دينار، منها 24 مناقصة طرحت خلال الفصل الثالث من العام 2017 بقيمة 33 مليون و600 ألف دينار. ثالثا، بحث مجلس الوزراء التوقيع على مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين ومفوضية الاتحاد الأفريقي تهدف إلى فتح قنوات الحوار والتشاور مع مفوضية الاتحاد، تتضمن بنود التعاون بين الجانبين في المجالات التنموية المختلفة من أهمها التنمية الزراعية والأمن الغذائي والتجارة والصناعة وغيرها، حيث أن مذكرة التفاهم تمهد للجانبين الانخراط في برامج تخدم الطرفين، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. رابعا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيل الاتحادية، وفوض وزير الخارجية بالتوقيع عليها نيابة عن مملكة البحرين. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والتعاون بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الإقليمي والدولي. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية بين مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصحة وجمهورية كوريا ممثلة في وزارة الصحة والرفاهية، وفوض المجلس وزيرة الصحة بالتوقيع عليها نيابة عن مملكة البحرين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تطوير التعاون الثنائي في السياسات الصحية وخدمات الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات وتشغيلها وتبادل المعلومات والمعرفة في الأنظمة والقوانين المتعلقة في مجال الرعاية الصحية والعلوم الطبية. سادسا، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بدراسة تجديد مذكرة التفاهم المبرمة بين هيئة جودة التعليم والتدريب بمملكة البحرين والهيئة الماليزية للمؤهلات. سابعا، أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب 3 مشاريع بقوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مرفوعة من مجلس النواب، على أن يشفع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله. الأول هو مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والثاني هو مشروع قانون بتعديل المادة 5 من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والثالث مشروع قانون بإضافة بند جديد للفقرة باء من المادة 24 من القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، فيما أحال المجلس إلى مجلس النواب رد الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن رسوم كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علما بمشاركة مملكة البحرين في أعمال الدورة 331 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية التي عقدت في جنيف مؤخراً.